مجلس محافظة صلاح الدين يناقش أفضل خيارات وآليات السيطرة على مناسيب الأمطار ونهر دجلة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. أهالي صلاح الدين يناشدون السودان عدم التخلي عن سد مكحول ومراعاة حاجتهم لمياه الأمطار لتحسين الغلة الزراعية ووقف زحف الجفاف. تفاهم عراقي أمريكي ودولي على حدود السيادة والاستقرار في مؤتمر ميونخ للأمن. والسودان يدعو الدول لسحب رعاياها من الهول السوري. استطلاع دولي للرأي يؤكد أن السوداني أول رئيس وزراء منذ 2003 يفوز بثقة 69% من العراقيين.